السلام عليكم، مساكم سعيد. النهاردة حلقة Q&A، سؤال وجواب. نزلت يوم الجمعة اللي فاتت على الانستجرام اسأل والدمرداش يجيب، فقرة اسأل والدمرداش يجيب زي كل اسبوع، ووعدتكم عشان يكون الرد باستفاضة هيكون الرد على صفحة اليوتيوب او قناة اليوتيوب. فالنهاردة حلقتنا عن الرد عن اغلب اسئلة المتابعين. اتمنى تكون حلقة مفيدة ويوصل الرد بالتفصيل لكل الناس. نبدأ بأول سؤال، وبيقول أقدر أتمرن على معدة خالية واخد C4؟ هو شوف، التمرين على معدة خالية يصلح لناس وما يصلحش الناس. يعني لو أنت أول مرة تتمرن على معدة خالية فالتمرين مش هيكون مجدي بالنسبة لك، لكن لو تعودت فترة طويلة أنت تتمرن على معدة خالية هيكون وضع ستيبل بالنسبة لك عادي وجسمك اتعود على كده. مع بعض الناس بينفع ومع بعض الناس ما بينفعش. والافضل ان انت تتمرن بعد ما تاكل وجبتين عشان جسمك يتحمل بالجلوكوجين عشان يقدر يبني احسن. اما ان انت تتمرن على معدة خالية وتاخد بس C4 تقدر تعملها، ولكن الافضل ان انت تتمرن بعد ما تاكل وجبتين. بس في بعض الناس، وناس كتيره جدا، افيد فتره ليهم في التمرين بيتمرنوا على معدة خالية وبيلعبوا كاردو بعديها زي ما انت عاوز تعمل، وبياخدوا C4 قبل التمرين عشان يديهم باور، فعادي. السؤال الثاني بيقول ازاي اقدر اطور من نفسي عشان اشتغل في الخليج، اي دوله خليجيه كمدرب، وانا من الجزائر وعمري 20 سنه. ازاي تقدر تطور من نفسك ان انت تتعلم من مدرب واثنين وتوصل لمحصله من المعلومات تساعدك ان انت تكون مدرب كويس عشان تروح لاي مكان، اذا كان في الجزائر او في الخليج، وتقدر تدي معلومه وتقدر تطلع لاعبين بصوره كويسه. بعد كده بتيجي مرحله ان المكان اللي انت مقدم فيه محتاج او مش محتاج. تيجي بعد كده ان انت مثلا تكون بطل في بلدك ونظير ان انت بطل في بلدك، فانت مطلوب ان انت تشغل مدرب هنا وهنا، بيجيلك عروض. ولو انت مش مطلوب ممكن تقدم في اكتر من نادي وممكن ربنا يوفقك، وطبعا ده كله بتوفيق ربنا، والعمل والشغل ده رزق من ربنا. السؤال الثالث بيقول نسبة الدهون 15 لكن المية اللي بالجسم زيادة جدا، عن مع ان الملح محسوب والكارب قليل، يعني حاسس ان نسبة المية عالية في جسمه مع ان الدهون مش عالية قوي، نسبة 15%، ومع العلم انه حاسب نسبة الاملاح والكرب محسوب. عشان تقدر تتخلص من المية بصورة افضل، رقم واحد تشرب مية كتير. وبعدين نسبة المية، ازاي عرفت نسبة المية ان هي اعلى؟ هل عملت قياس قالك ان نسبة المية عالية؟ اغلب الناس لما بتشوف دهون مترهلة في جسمها او جسمها فيه ميوعة شوية بعد ما فقدت نسبة دهون من جسمها، بتحس ان ديت مية. هي مش مية، هي نسبة دهون او نسبة ترهلات خفيفة، نظير ان انت نزلت في نسبة الدهون، فبتحس بميوعة في جسمك شوية او في جلدك شوية، بتحس ان هي مية، هي مش مية. عشان تقدر تخلص من المية دي اشرب مية بصورة اعلى، بكثافة اعلى، جسمك هيطرد اي مية زيادة لو جسمك حصل له احتباس من المية. وبس. السؤال الثالث او الرابع تقريبا، اضرار قطع الملح وضرر نقص الصوديوم. قطع الملح يعني نقص الصوديوم، تقلصات عضلية، عدم توازن نسبة المية في الجسم. وبعد كده لو قطعت نسبة الأملاح أو نسبة الملح والصوديوم لفترة طويلة، جسمك ممكن يحبس مية وتبان بصورة مش كويسة. عشان كده في ناس كتير كان أول عنده بطولة بيقطع ملح لمدة شهر ويوصل في الآخر برضه حاسس إن جسمه حابس مية. ليه؟ لأن ده بقى الاستيبل بالنسبة له. لكن الأفضل عشان تكون عندك بطولة أو عشان تنشف نفسك، تقلل الصوديوم لكن ما تقطعوش، ولو قطعته تقطعه اخر 3 ايام وترفع الميه. يعني بتقلل الصوديوم وبترفع الميه، بتشرب ميه كتير فجسمك بيفقد ميه كتير، ولكن ما تقطعش الصوديوم، لان الصوديوم من الاملاح المعدنيه الحيويه للجسم اللي بتساعد في توازن الميه جوه الخليه العضليه ويساعدك في التمرين ويساعدك في التطور، فما تقطعش الصوديوم خالص. السؤال اللي بعديه، نيتروتيك واي بروتين جولد ستاندر، مين فيهم احسن؟ الاثنين واي بروتين، والاثنين مش شركتين كويسين. الواي بروتين ده مصل الحليب، الشركات بتعبيه بس الكواليتي الاعلى، والاسم الاشهر هو الواي جولد ستاندر من شركه اون اللي هو اوبتيمم نيتريشن. السؤال اللي بعديه، بعمل دايت وبنزل دهون وباخد بمعنى صح يعني بياخد 5 جرام كرياتين قبل التمرين، في مشكله ولا اجل الكرياتين؟ لا مفيش مشكله خالص. الكرياتين مش بيزود ميه، الكرياتين بيعمل على توازن الميه جوه الخليه العضليه، وده بيعمل ريكفري كمان، ومفيش منه مشكله لو انت بتنشف عادي. ومعتقد خاطئ ان الكرياتين بيحبس ميه في الجسم، هو بيحافظ على ميه الجسم
وبيعمل ريكفري للجسم. السؤال اللي بعديه، كم المفروض يكون معدل الدهون في الجسم عشان احصل على نسبه نشافه جميله مش بطوله، يعني نشافه تكون شكلك كويس؟ 10% الى 8% نسبه دهون ممتازه، وهتبين جسمك شرب وصحي، وهتبين عندك تفاصيل عضله كويسه. السؤال اللي بعديه، في دهون عنيده في منطقه البطن وكنت ماشي على تمرين وكارديو كل الصبح، عشان لو انت عندك دهون عنيده تاخد بعض الاحماض الدهنيه وبعض الاحماض الامينيه اللي تساعدك في تنزيل مستوى الدهون في الجسم. ده رقم واحد، يفضل تفصل التمرين عن الكارديو، يعني تلعب الكارديو الصبح على معده خاليه والتمرين بعد ما تاكل وجبتين، ده افضل. ولو انت عندك دهون عنيده بزياده تخلي كمان بعد التمرين حوالي 20 دقيقه كارديو زياده. ايه الاحماض الدهنيه وايه الاحماض الامينيه اللي تاخدها عشان تساعدك في كده؟ الكارنتين والسي ال اي، مادتين خفاف صحيين هيساعدوك في البناء العضلي ويساعدوك في خفض مستوى الدهون في الجسم، بالاضافه الى تحسين جدولك الغذائي. لو جدولك الغذائي مش مظبوط لازم تعدله تحت استشاره اخصائي. رقم 2، تاخد المكملات دي هتساعدك في حرق الدهون. رقم 3، الكارديو تخليه لوحده والتمرين لوحده، وبعد التمرين كمان 20 دقيقه كارديو كمان لو انت جسمك عنيد قوي. السؤال اللي بعديه شبيه بيه، وهو انا كلش ملتزم بالغذاء والتمرين والكارديو بس مش بنشف كلش. طيب ما بتنشفش كلش، يبقى تدخل بعض الاملاح، بعض الاحماض الدهنيه وبعض الاحماض الامينيه عشان تساعدك في حرق الدهون، وتزود نسبه الكارديو، وتغير برنامجك الغذائي لان ممكن برنامجك الغذائي مش ماشي مع جسمك. السؤال اللي بعديه، انا لو نسبه الدهون في جسمي عاليه وبلعب بتركيز واوزان عاليه وباخد بروتين ايزوليت علشان مش عارف اوفر لجسمي بروتين من الاكل، ده مش عارف ده ايه؟ ده صح يعني انت بتاكل ما بتاكلش بروتين في اكلك، مش عارف توفر بروتين في اكلك فبتاخد البروتين عن طريق البروتين ايزوليت، ده مش ما ينفعش ومش كافي. الاساس في اللعبه الاكل، والبروتين انت بتاخده مكمل لعناصرك الغذائيه فقط. فانت لما بتاكل اكل اذا كان بروتين او كربوهيدرات الوظائف الحيويه بتشتغل احسن، لكن البروتين اللي انت بتاخده المهضوم جسمك مش محتاج يهضمه، فعشان كده نسبه الحرق عندك مش هتكون عاليه. لما بتاكل بروتين حي يعني بيف تشيكن كلام من ده مطبوخ يعني، جسمك بيستنفذ طاقه عشان يحرقه، لكن البروتين الايزوليت جسمك مش بيستنفذ طاقه عشان يحرقه، انه هو اصلا سهل الامتصاص وسريع الامتصاص، فيفضل تهتم بغذائك عشان هو الاساس. السؤال اللي بعديه، البرنامج التدريبي يتغير كل قد ايه؟ في ناس ممكن تغير برنامج التدريب كل يوم بس ما انصحش بيه، ولكن تقدر تخليها مثلا كل 3 إلى 4 أسابيع. تكون عندك خطه ان انت بتلعب مثلا سوبر ست لمده 3 أسابيع، دروب ست لمده 3 أسابيع، اوزان ثقيله لمده 3 أسابيع، اوزان خفيفه لمده 3 أسابيع، اسلوب هرمي لمده 3 أسابيع إلى 4 أسابيع. ف3 أسابيع إلى 4 أسابيع كويسين وممتازين وهيدوك محصلة من أي برنامج أنت ماشي عليه. السؤال اللي بعديه، أفضل هرمون مع التستوستيرون للضخامة في الأوف سيزون، وهل تفضل التست يكون إنانتيت أو سوستانون؟ يفضل، أنا ما بحبش أتكلم عن الهرمون، بس المعروف إن أفضل شيء السيستانون عشان في 4 أنواع هرمونات، وأفضل هرمون تاخده مع فترة الضخامة البولدانون اللي هو الأوكوبويز. السؤال اللي بعديه، ممكن افضل حارق دهون ما ينزلش عضلات مع الدهون؟ افضل حارق دهون ده بيختلف من جسم لجسم. من افضل المركبات اللي بتساعد في حرق الدهون الجرينيد التيرمو جنريتور، اوريكم شكله. اللي هو ده من افضل مركبات حرق الدهون ولها سمعه كويسه، وفي انواع تانية كتيرة. ولكن حوارق الدهون تختلف من جسم لجسم زي منتجات الباور، يعني ممكن المنتج ده يركب معاك بصورة عالية وممكن ما يركبش معاك بصورة عالية، فيفضل تجرب منتج واثنين وثلاثة لحد ما تعرف تركيبة أي منتج بتمشي معاك. السؤال اللي بعديه، يعني الخمس وجبات الأساسية لازم يبقى فيهم 100 جرام كرب في كل وجبة ويحرق دهون كويس النظام ده؟
هو دلوقتي انت بتسأل سؤال اكن انا جاوبتك عن حاجه قبليها، بس انا مش عارف الصراحه. هو شوف، تواجد الكربوهيدرات في النظام الغذائي مهم جدا عشان يساعدك في حرق الدهون. يعني لما تعمل نظام غذائي، يمكن شفت الفيديو اللي فات على اليوتيوب وقلت ان الاكل او تنزل بمعدل كربوهيدراتك 100 جرام في كل وجبه ممكن يساعدك في الحرق، فيمكن انت شفت الفيديو دون، فعشان كده بتسال السؤال ده. نعم، لازم يكون اكلك يكون متوازن عشان توصل محصله عضليه وفايده عاليه وفي نفس الوقت تحرق دهون. فلو مفيش اكلك او برنامج الغذائي مفيهوش كربوهيدرات، نسبه معدل حرق الدهون هتكون اقل. فعشان كده تفضل في بدايه برنامجك ان انت ترفع الكرب بسرعه عاليه وتبدا تنزله تدريجي لحد ما توصل لخمس وجبات كل وجبه فيها 100 جرام كرب. ممكن مع الحاله ديت جسمك يحرق عادي وتوصل لشكل حلو وشيب حلو. السؤال اللي بعديه، ايه رايك يا دكتور في الدايت النباتي؟ اولا انا مش دكتور، قول لي كابتن محمد. الدايت النباتي كويس بس مش متوازن. افضل دايت بالنسبه لي هو الدايت المتوازن اللي يكون فيه كل عناصر غذائيه، في بروتين حيواني وفي بروتين نباتي وفي املاح معدنيه وفيتامينات وخضره، لكن مش بس النباتي. ما هي السؤال اللي بعديه، ما هي افضل المحفزات لهرمونات الطبيعيه؟ التريبلس، اليوهمبين، المكة، الدي اسبارتيك اسيد، والزنك. الخمس مواد دول من افضل المحفزات الطبيعيه اللي بترفع معدل الهرمون بصوره طبيعيه. ممكن تلاقيها في منتج واحد وممكن تاخدها متفرقه. السؤال اللي بعديه، ابو كريم، تمريناتي ممتازه وجسمي ممتاز وراضي عنه ما عدا الاكتاف، مش عايزه تكبر او تواصل لمرحله التناسق. اي حد فينا عنده نقاط قوه ونقاط ضعف، فعشان تتغلب على نقاط الضعف دي تديها جرعه زياده من التمرين، تركيز زياده من التمرين، سعرات حراريه عاليه يوم التمرين عشان تستفاد اكتر. وكمان اهم حاجه اولويه في التمرين، يعني تخليها مثلا مرتين في الاسبوع وهي في اول التمرين. لو بتلعب الكتف مع عضله ثانيه يبقى الكتف هو الاول، وتكون في اول اسبوع بعد يوم الراحه، ده ثاني نقطه، وتخصص لها يومين في الاسبوع دي ثالث نقطه، وتركز في حركه التمرين، ودي اهم نقطه ان انت تتمرن بتركيز عالي. السؤال اللي بعديه، افضل مالتي فيتامين وكرياتين من حيث الجوده والفعاليه. من افضل مالتي فيتامين انيمال باك على سنين طويله، وهو يعتبر افضل مالتي فيتامين ومينرال مع بعض. والكرياتين دي ماده اغلب الشركات بتعبيها بس، وافضلهم الكرياتين بيور. هل يستطيع الرياضي تقليص الوجبات من 6 وجبات في اليوم الواحد الى 4 وجبات بنفس الكميه؟ ينفع، بس الاحسن 6 وجبات. ليه احسن 6 وجبات؟ لما تكون الوجبه صغيره وعدد الوجبات كثيره بتكون السعرات الحراريه قليله في الوجبه، فجسمك بيستنفذها وبيستغلها في الوظائف الحيويه في نفس اليوم وما بتخزنش منها دهون. فالست وجبات احسن من 4 وجبات، لكن انت تضغطهم وتخليهم 4 لا، الافضل تفردهم وتخليهم 6. السؤال اللي بعديه، ايه رايك في الدايت بريك؟ الدايت بريك بيستخدموه الناس في حاله ثبات وزنهم من برنامج او حميه غذائيه معينه، فبتوقف عن الدايت بتاعك وبتاخد سعرات حراريه عاليه لمده اسبوع او اسبوعين، وبعدين ترجع للدايت بتاعك الاساسي عشان جسمك بيكون اتعود على الدايت بتاعك. فبتعمل بريك من الدايت بتاعك وتاخد فتره عاديه فيها سعرات حراريه عاليه ونسبه دهون عاليه شويه عشان جسمك يبدا يشتغل تاني، او تلخبط الحسبه في مره تانيه، عشان بيكون خد على سيستم واحد، والسيستم الواحد ده عمل لك ثبات وزن. فهو اسلوب كويس وممتاز في حاله ثبات وزنك. واخر سؤال النهارده، ايه الحل في العضله العنيده اللي ما بتستجيبش معايا؟ العضله العنيده ما بتستجيبش، اي حد عندنا عضلات عنيده وعضلات سهله الاستجابه. العضلات العنيده يفضل تخصص لها يومين في الاسبوع للتمرين، ده رقم واحد، تديها اولويه في التمرين. ده رقم اثنين، يعني لو بتلعبها مع عضله تكون هي الاول وبعد كده العضله الثانيه، ده رقم اثنين. رقم ثلاثه، التركيز والاحساس بالحركه والانقباض والانبساط اثناء الحركه. يعني انت بتلعب مثلا باي لعبة عندك ضعيف، تحس ان العضله بتنقبض صح وبتنبسط صح عشان يوصل لها الدم بصوره سليمه. الحاجه الاخيره، زياده السعرات الحراريه في اليوم اللي فيه عضله عنيده عندك. وبكده نكون جاوبنا على اغلب الاسئله، انا حاولت اضغطهم شويه لان في اسئله كتيره وفي اسئله مكرره. اتمنى تكون الحلقه النهارده مفيده، وصلت لكم معلومه كويسه وردت على اغلب اسئلتكم. اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم.